لابلاك لازم تكون موان 25 اسمه، لو كان ما تكونش موان 25 اسمه ما حاش تخدم مليح، مام فيه جهد عفسه اللي تحبها توصل ليها. من مقاطع فيديو عالمية إلى مشروع فريد من نوعه بالجزائر، ريان صاحب 21 سنة تمكن من تحقيق حلمه من خلال الولوج إلى عالم صناعة المثلجات بطريقة عصرية وعالمية تسمى آيس كريم رول، ليكون مميزا عن غيره. هاد لي كلاص آيس رول عفسه ناتور، الجميع فاكية ولا شيكولا نحبو نديروها نديروها ماشي. وهادي كيفاش بدات دخلت للجزائر 2017، ومن بعد جور ما تلونساتش مليح كاع في الجزائر. ايا جور هادي كنت حاب نخدمها باش نشوفوها بزاف في اليوتيوب في اسمو عفسه جديده، اسمو اللي كيدخل عفسه جديده للجزائر مليحه لينا ومليحه للناس. جاتني هادي علاش ما نديروش هاد الصوالح في الجزائر ندخلوهم، كيما كان الحال حوسنا عليها لقيناها. واش من البلاد هادي تابعه بزاف يديرها لا تايلاند شناوا بشويه 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 الناس ولا تعرفها والحمد لله، ومازال انا نطوروا في المشروع اكثر واكثر بطرق متنوعة وبأذواق مختلفة تناسب الصغار والكبار وحتى مرضى السكري. يلبي ريان طلبات زبائنه. هادية عفسة ناتور بلا حليب ولا فاني، جور ما فيها حتى زعما عفسة زايدة. مام اللي مرض بالسكر ياكل اللي فروي ولا عفسة ناتور، ما كاينش فيها واش كاع السكر كاع الأذواق. الشيكولا كاين شيكولا كاين اللي فروي وكاين عفسة تاع سبور. ريان شاب اختار هذا المجال ليكون أصغر صانع مثلجات مواكبة للتطور العالمي في المجال، الأمر الذي يستحق اليوم التشجيع ليكون مثالا يقتدى به عند باقي الشباب.